بسم الله الرحمن الرحيم. انا ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن الليدج مانجمنت من دي كلينيكال تيبس اند تريكس. انا اسمي دكتور شريف عمار، مدرس مساعد علاج جذور في الجامعه المصريه الروسيه. اول حاجه في المانجمنت اوف ليدج هي الليدج ريكوجنيشن. يعني احنا لو بصينا على الصوره دي وجينا نعمل فولو النورمال كانال باس واي اهو، تمام، هنيجي نبص هنلاقي في هنا ايتروجينيك باس واي مختلف تماما عن النورمال كانال باس واي. ده هيبقى اسمه ليدج. ليدج ريكوجنيشن ده بيتم عن طريق حاجتين، كلينيكال او راديوجرافيكال. كلينيكال هحس بايه وانا شغال؟ هبدا احس الفايل ابتدى يخبط في سوليد وول وانا شغال. دي اكتر حاجه بتميز الليدج، انا بخبط في سوليد وول زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، احس صادين لوس اوف ذا وركينج لينس، فجاه الاقي الفايل بتاعي ما بيوصلش للوركينج لينس، واحس لوس اوف ذا تاكتايل سنسيشن اوف ذا تيبل اوف ذا فايل بايندينج تو دنتين انتو ذا كانال. يعني هحس الفايل لوز، ما بقاش بيعمل بايندينج لاي دنتين في الكانال. ده الكلينيكال ريكوجنيشن اوف ذا ليدج زي ما احنا شايفين هنا في الفيديو. تاني خطوة مهمة عشان نباي باس الليدج بقى هنعمل حاجة اسمها pre-curving. هنتعلم نعمل حاجة اسمها pre-curving بتاع الفايل. اي فايل هستخدمه سواء فايل صغير او كبير لحد فايل 25 مانيوال او روتري لازم هعمله pre-curving عشان نباي باس الليدج من فولو النورمال كانال باس واي. هعمل bending لأول تقريبا ميل 2 ميلي اوف ذا فايل، تمام. البندي تقريبا هتبقى 45 ديجري تو ذا شافت اوف ذا فايل. تاني حاجه مهمه بالنسبه لي لازم اخد بالي منها هي الرابر ستوبر. الرابر ستوبر هيبقى في حاجه اسمها دايركشنال انديكيتور، اللي هي الحاجه البارزه دي. لو الحاجه البارزه دي مش موجوده هنلاقي برضو في يعني خط مرسوم على الرابر ستوبر، هو هنسميه دايركشنال انديكيتور، تمام. البند دي هتبقى دايما directed towards the inner wall of the canal، اللي هي هتبقى غالبا عكس الليدج او عكس اتجاه الليدج. احنا هنا بنظبط ال directional indicator وبنعمل pre-bending للفايل. ال directional indicator ده بيبقى باصص في نفس الاتجاه التب بتاع الفايل باصة فيه، directed towards the same point as the tip of the file. عشان اعمل bypassing ledge بدخل الفايل بتاعي ال direction indicator اهي باصة في نفس ال direction tab بتاع الفايل باصص فيه، تمام. الفايل بيدخل slowly scraping along the inner wall of the canal. دي ال inner wall of the canal، تمام، وده ال outer wall of the canal. واحنا بندخل الفايل بعد ما اعمله pre-curving كده، وانت بدخل الفايل هتحس في scraping sensation بتاع ال tab of the file في الدنتين، هتحسه في ايدك بالفايل، تمام. هنبدا هنعمل بروجريشن الفايل سلولي، مش هندخل لحد ليفل في الليدج هنا، لا لازم هنبقى كرونال ليه شويه اللي هو اعلى منه شويه. وهبدا اعمل سلايد روتيشن موشن وذ بيكنج موشن لحد لما الاقي ستيكي سبوت. ستيكي سبوت دي هتمثل لي ايه؟ هي دي هتبقى الانترنس بتاع المين كانال باس واي اللي هقدر منها اكمل نيجوشيشن كانال واوصل للكانال تيرمينس، او زي ما احنا بنشوف في الفيديو هنا. انا بعمل سلايد روتيشن وذ بيكنج موشن، بطلع بنزل تاني ادور على الستيكي سبوت دي، تمام، وهقعد اجرب كده كذا مره لحد لما اعمل باي باس للليدج. ممكن يعني نعمل كذا مره الموضوع ده ويفشل، فهنضطر نعمل نغير في التكنيك بتاعنا شويه. هنعمل ايه؟ هنعمل فليرنج للكنال من فوق، يعني هنوسع الكنال بتاعتي شويه من فوق من هنا، فليرنج انتي كيرفيتشر فليرنج، بحيث لما الفايل يدخل في الكنال يبقى اول حاجه او الفايل يجين ستريت لاين اكسس تو ذا كنال اورفيس على قد ما نقدر. اهو تاني picking motion، بطلع وبدخل وسلايت روتيشن بحيث ان انا ادور على الكنال فين. بعد لما باي باس الليدج بفضل اعمل نيجوشيشن الكنال ووتش وايننج بروح كده لحد ما اوصل الكنال تيرمينس. بعد كده هوصل الفايل بتاع الابيكس لوكيتور عشان اخد الوركينج لينس، ولازم اخد كونفرماتوري اكس راي. ليه؟ عشان ممكن يبقى حصل بيرفوريشن في الليدج ده، تمام. هنا اي فايل زي ما احنا اتفقنا من شويه هنستخدمه هنعمله بري كيرفنج برضو من اول ملي ل 2 ملي،
تمام، والدايركشن انديكيتور بتاعت الرابر ستوبر هي هيها في نفس الدايركشن بتاع التب في ذا فايل. هندخل فايل زي ما اتفقنا من شويه الكيرف تورز ذا انر وول اوف ذا كانال، تمام، و هنعمل باي باس. اول ما اعمل باي باس هبدا اعمل شورت ستروكس اب اند داون ستروكس، تمام، ويز براشنج موشن اجينست ذا وول. ليه بنعمل شورت ستروكس؟ عشان لو عملت لونج ستروكس ممكن يطلع الفايل فوق هنا ويبدا ينزل يخبط تاني في الليدج ويعمل ورسننج للليدج. سلايد روتيشن with short strokes up and down strokes then anti curvature filing. And the file بعدي file 20 slight rotation picking motion with short up and down strokes with brushing then brushing against the wall اللي هو هنسميه anti curvature brushing. ليه بنعمل anti curvature brushing؟ عشان نعمل blending لل ليدج انتو ذا كانال، يعني هنحاول ندمج الليدج ده في الكانال. فايل 25 الدايركشن انديكيتور برضو مشاور ناحيه التب بتاع الفايل، وبدخل سلايد روتيشن، بعد كده شورت اب اند داون ستروكس، بعد كده هعمل انتي كيرفتشر فايل او براشنج اجنست ذا وول اوف ذا كانال. ايه؟ عشان نعمل بايندنج بلندنج للليدج انتو ذا كانال. هنكمل لازم هوصل لحد فايل 25 مانيوال. ليه؟ عشان لما ادخل بعد كده الروتري فايلز تعرف تدخل بسهوله واعرف اكمل الكنال بريبريشن بتاعي. الروتري فايلز برضو هنعمل لها بري بندنج. لو بتستخدم سي ام واير هتعرف تعمل بري بندنج للفايل بسهوله، تمام. لو بتستخدم نايتاي نورمال نايتاي سيستم مش هتعرف تعمل بري بندنج للفايل. او احنا هنا في الروتري فايل هندخل فايل من اول حاجه الانديكيشن الدايركشن انديكيتور بتاعنا اهو هنا في الرابر ستوبر باصص على نفس الدايركشن بتاع التب بتاعت الفايل، وهدخل فايل نون روتيتنج. بعد كده اول لما اعدي الليدج هبدا اشغل فايل يبدا روتيشن، وهعمل شورت اب اند داون ستروكس و براشنج موشن اجينست ذا وولز عشان نعمل بلندنج للليدج انتو ذا كانال. اهم حاجه برضو وانا شغال لازم استخدم irrigation، لازم اعمل irrigation between كل فايل وفايل، لازم تبقى الكنال دايما wet، ما ينفعش الكنال بتاعتي تبقى dry عشان ده هيصعب عليا bypassment بتاع الليدج. المفروض ما نستخدمش edita solution عشان بتعمل softening للدنتين، احنا ممكن نستخدم lubricants، ممكن edita gel عادي، بس ادي السوليوشن لا، عشان ادي السوليوشن بتعمل سوفننج للدنتين، فمش عارف اميز بين الليدج والكنال باس واي العادي، ممكن الليدج نفسه يحصل له ورسننج ويتحول لبرفوريشن. هكمل الكنال بريبريشن بتاعي عادي جدا. هو ده بعد لما خلصنا الكنال بريبريشن تقريبا نيرلي حصل بلندنج للليدج في الكنال، تمام. ولازم اخد بالي ده يعني ممكن ما حصلش على طول، يعني في most of the cases this doesn't happen، عشان كده لازم اخد بالي وانا بعمل الماستر كون، وانا دخل الماستر كون بتاعي لازم اعمله بري بندنج برضو، تمام. ولو انا حسيت الجتابيركا سوفت بتاعتي شويه مش عارف اعملها بري بندنج، ممكن احطها في ايسايل 70% ايسايل الكول هتبقى ستيف شويه، واعرف اعملها بري بندنج وادخلها في الكنال. ولازم ابقى واخد كونفيرماتوري اكس راي برضه عشان اتاكد الماستر كون بتاعي واصل للفول وركينج لينس. شكرا ليكم يا دكاتره، لو ليكم اي سؤال سيبوه لنا في الكومنتات تحت، ولو ليكم اي استفسارات سيبوه لنا وهنحاول نرد عليكم.